ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، مر معنا في درس السيرة في المرة الماضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السنة التي توفي فيها عمه وزوجته، ثم بعد ذلك جاءت السنة التي بعدها، فكان من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى الطائف فأصيب بمحنة، وتلك المحنة التي أصيب بها عليه الصلاة والسلام إنما كانت بسبب رد فعل أهل الطائف لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، فرفضوا وحرضوا عليه الصبية والسفهاء والمجانين، فأصيب بمحنة وضيق عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المحنة جاءته منحة من الله سبحانه وتعالى، وهذه المنحة هي حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها إنما كانت سبباً، وندقق جيداً أن هذه الحادثة إنما كانت في السنة الحادية عشرة التي هي سنة قبل الهجرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة سنة قبلها وقعت هذه الواقعة، كما قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء في إخبار المصطفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هاتان نعمتان من الله، الإعراج أو المعراج والإسراء. المعراج هو أنه عليه الصلاة والسلام صعد أو صعد به إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة كما سبق وأن ذكرنا، والإسراء أن الله نقله من مكة إلى بيت المقدس في تلك الليلة ورجع فيها، دخل قال كما قيل له صف لنا بيت المقدس لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بهذا الخبر، قال أنا ذهبت في هذه الليلة وقد أخذني ربي سبحانه وتعالى بأمره لجبريل، فأخذني على براق وذهبت إلى بيت المقدس وصليت بها، وذكر أوصاف الأنبياء، قال فلقيت في ذلك رهطا من الناس وصليت بهم صلاة، قال فصليت صلاة الغداة ولقيت رهطا من الأنبياء، قال فلقيت إبراهيم وموسى وعيسى، ووصف عيسى بن مريم، وصفه بوصف وقال إنه ربعة وليس بالطويل، ليس بالطويل، وذكر لون بشرته وأنه من اللون الذي ليس به لا أسمر ولا أبيض، وإنما هو أسمر مشرب ببياض أو أبيض مشرب بحمرة، وكذلك قال فيه أنه من بياضه المشرب بحمرة أنه ظاهر الدم، يعني دمه يظهر على وجهه، وذكر فيه الأوصاف وقال هو أشبه بعروة بن مسعود الثقفي. هم يعرفون عروة بن مسعود الثقفي كان كافرا في ذلك الوقت، كان كافرا ثم أسلم عام الفتح، فهو من ثقيف يعني من الطائف، فقال لهم إن عيسى عليه السلام أشبه به ووصفه وصفا دقيقا، وذكر أنه رأى موسى عليه السلام وقال هو كأنه شبيه برجال شنوءة يعني من جهة اليمن، وهو طويل طويل وشديد وقوي، قال وعلى وجهه عابس الوجه، يعني وجهه عابس نوعا ما. هناك من الناس لما ترى الوجه عابس بمعنى يظهر لك أنه حزين نوعا ما، فوجده النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الصورة ووصفه لهم، ووصف لهم آدم عليه السلام، ووصف لهم إبراهيم عليه السلام، فذكر الأوصاف، والناس قالوا له يا رسول الله صف لنا بيت المقدس ما دام أنك ذهبت إلى ذلك المكان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت ليلا وخرجت ليلا. يعني الدنيا في ذلك الوقت ليس فيها كهرباء ولا أضواء، فالإنسان لو أتى إلى مكان معين في الليل ما يرى أوصاف البناء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دخلت ليلا وخرجت ليلا، وهذا فيه بيان أن الأمر ليس بالمنام كما يقول الناس، وإنما هو حقيقة، لأن المنام ترى الأمر كما هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت ليلا وخرجت ليلا، يعني لم يستطع أن يصف لهم بيت المقدس، فجاءه جبريل
فقال له فيه الباب باب من كذا وباب من كذا، فجعل يصفه له جبريل عليه السلام. ثم ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى السماء وأخبرهم بخبر السماء. لما جاء هذا الخبر والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم هذه الأخبار وهذه الحادثة، الناس استغربوا نوعا ما، وهناك من الناس من ارتد كما في السير، وأنهم لم يقبلوا هذا الخبر وقالوا ما دام أن هذا الرجل صار يحدثنا بأشياء غريبة مثل هذا الحادثة، هذا الأمر إذن فيه شك، وصدق فيه الناس الذين يقولون أنه ساحر وأنه مجنون وأن هذا الرجل لا يصدق في كلامه. فبعضهم شيء قليل يعني، ولكن الناس صدقوها. فذهب الناس إلى أبي بكر، والوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة شكك فيه وقال إن هذا الرجل إنما هو كذاب وليس بصادق. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن أردتم أن أثبت لكم أني صادق سأعطيكم دليلا حجة. ما هي الحجة؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما كنت ذاهبا وكنت راجعا مررت بريعكم، يعني الريع هي القوافل التي تذهب إلى الشام، مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قالوا هذه الشام تذهب في شهر وترجع في شهر، يعني تأخذ لها 3 أشهر تقريبا لتذهب من مكة إلى بيت إلى الشام لتتاجر رحلة الشتاء والصيف، تذهب إلى مكة من مكة إلى بيت المقدس أو إلى الشام لتتاجر ثم ترجع نحو 3 أشهر تقريبا. كيف هذا الرجل يقول ذهبت في الليل ورجعت في ليلة، كيف يذهب ويرجع؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أقول لكم دليلا، قال إني مررت على ريع بني فلان، يعني بنو فلان عندهم قافلة ذهبت إلى الشام تتاجر وترجع، قال ذهبت مررت بريع بني فلان فوجدتهم قد حطوا رحالهم، يعني حطوا نزلوا في مكان معين، وذهبت فإذا بالرحال ليس عليها أحد، يعني خلاوا الرحال تحم وراحوا بعدوا المكان، قال فشربت وجدت قدحا من ماء فشربت منه قدحا فشربت منه. قال لهم ووصف لهم الرحال، قال فاسألوهم اسألوهم إن كان حقيقة أن الحادثة هذه وقعت لهم أثناء نزولهم في معسكرهم أثناء الطريق. وقال ثم مررت بريع بني فلان، يعني سمى لهم ريعا أخرى قبيلة أخرى، قال فمررت بها فوجدت رحلهم فإذا فيها جمل أورق، يعني الجمل الأورق هو في الأبيض لا في الريع الثالث، قال فوجدت فيها جملا يعني راحلة، قال فوجدت عليه ماذا؟ قال وجدت عليه كالأمور التي تربط عليه الثقيلة التي تربط عليه توضع عليها المتاع، ووصف لهم الجمال وقال لا أدري هل كسر أم لم يكسر. قال فوجدت، يعني وصف لهم الأوصاف نتاع الجمال، فقال واسألوهم عن هذا الأمر. قال ثم مررت بريع بني فلان وهي في المكان الفلاني عند التنعيم، التنعيم هي الآن مسجد عائشة الذي يكرر منه الناس العمرة الآن، يبعد تقريبا 5 كيلو على مكة فقط على الحرم، 5 كيلو هو جاي في مكة، يعني هو حدود الحرم من جهة المدينة، نمر عليه دائما إذا جئنا من المدينة. فهذا التنعيم قال قبيلة فلان بن فلان ريعها وقافلتها موجودة عندكم وستطلع عليكم الآن، موجودة خليتها الآن في الدخلة تاع مكة جاية، قال ستطلع عليكم الآن. فطلعت من ثنية، يعني طلعت القافلة من الثنية، قال وستجدون هذا الأمر أني ما ذكرت لكم كله صحيح. فقالوا هذا رجل يكذب علينا وكذبوه، وذهبوا فرأوا أن ما وصف لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة، كل الأمور التي وقعت والتي ذكرها في القوافل التي تمر 3 قوافل كل واحدة في مكان ومتفرقة وكل واحدة في مكان، من يأتيك بخبر في مثل تلك السرعة وفي مثل تلك الحادثة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم في الصباح، الآن هو جاء راح في الليل ورجع، في الصباح حدثهم قال أنا بالأمس مشيت البيت المقدس ورجعت، وهذا أمر لا يصدق، يعني عقلا لا يصدق، ولكن الذي يؤمن بالغيب يصدق، الذي يؤمن بقدرة الله يصدق.
فذهب الناس إلى أبي بكر الصديق، أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: انظر صديقك ماذا يقول، إن صاحبك لا يقول كذا وكذا. قال: أو قال هذا؟ أبو بكر الصديق ما كان حاضر، ما كان حاضرا، ما كان يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما زال ما لحقوش الخبر. قال: أو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالوا: أو تصدقه؟ قال: نعم أصدقه. قال: إني صدقته في خبر السماء أنه يغدو إليه في غدوة وروحة. قال: السماء أنا خبرت فيها، صدقت فيها، يعني كي يجيه الوحي صدقته. كيفاش نكذبوا في حاجة في الأرض، خبر الأرض، يعني المسافة تاع السماء صدقته فيها، المسافة تاع الأرض كيفاش ما نصدقوش فيها؟ ولذلك سمي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا التصديق، لأنه خلاص أعطى أمر تسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصدقه في كل شيء حتى ولو أخبره بشيء لا تقبله العقول، وإنما الصديق كان يصدق بهذه الأشياء. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فاز بشيء في هذه المرحلة، وهي الأنس من الله سبحانه وتعالى، لأنه كان يضايق عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأن أصحابه الآن الله سبحانه وتعالى يدبر أمورا، ونحن لو نرى الأحداث متفرقة نحن لا ندري بالأشياء كيف، يعني الأمور الأحداث التي تتسارع في زماننا والوقائع التي تقع والأمور التي تدبر لأمة الإسلام رحمك الله، هذه الأمور كلها أنت قد ترى نظرة فقط، نظرة قاصرة، ولكن هناك تدبير رباني، التدبير تاع ربي سبحانه وتعالى هو يشمل جميع الأحداث، موش أحداث فقط تقع في مكان معين، وإنما جميع الأحداث تترابط. نعطيك الآن لو نرجع فقط سنتين ثلاثة في هذه السيرة النبوية، سنة 10 و11 و12 اللي هي السنوات ما قبيل الهجرة، تشوف باللي كاين أمر راه يتدبر من عند رب العالمين. الآن اللي يقرأ السيرة متفرقة ما يفيقش، واللي يشوف الأحداث اللي كان حاضر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ربما لا ينتبه. لماذا؟ لأنه كانت أمور يتدبر من عند رب العالمين. شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام مرة رجع من الطائف، كذب من الطائف، من أهل الطائف، وأهل الطائف ماذا قالوا فيه؟ رجموه وطردوه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع والضيق عليه في مكة وجاءه الملك وقال أطبق عليهم الأخشبين، قال: إني أرجو أن يخرج الله منهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، كلمة قالها وراح. بعدها أخرج الله سبحانه وتعالى عكرمة بن أبي جهل، وأخرج كذلك خالد بن الوليد، اللذين هما أكثر الناس أو أعظم الناس فراسة أو فروسية. هذا الأمر تدبير. التدبير الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتظر أن الله سبحانه وتعالى بعد رجوعه من الطائف وعدد معين من الناس كذبوه، بعث الله سبحانه وتعالى جمهور من الناس من الجن، فجعله الله سبحانه وتعالى داعية إلى الجن فصدقوا به، يعني عدد هائل من الجن صدقوا به، وهذه كذلك نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. في حين هناك أمر يتدبر وهي الهجرة الثانية التي كان فيها جعفر بن أبي طالب وكان فيها خباب بن الأرت وغيرهم، ها كلهم ذهبوا إلى الحبشة. لما نزلوا في الحبشة وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها رجلا لا يظلم فيه أحد، أو ملكا لا يظلم عنده أحد. ذكرنا الهجرة الأولى الهجرة الثانية. لما هاجر هؤلاء الناس في الهجرة الثانية كان جعفر بن أبي طالب وقع حوار بينه وبين النجاشي. شوف الآن في قريش وقع هذا الأمر، وقعت المضايقة وخرج الناس وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، والباقون كلهم ذهبوا الذين ليس لهم قوة وليس لهم قبائل وليس لهم مكنة في مكة، ذهبوا إلى الحبشة، يعني ما عندهم مكان يذهبون إليه، ضاقت عليهم الأرض. لما هاجروا هذه الهجرتين وقع حوار بين جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الشهيد، وقع حوار بينه وبين النجاشي، وهذه من فضائل جعفر. وسأله النجاشي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره جعفر رضي الله عنه بأوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام
وبأوصاف الرسالة التي جاء بها. وهذا الحوار الهادئ الذي وقع بينه وبين النجاشي جعل أن النجاشي قد أسلم، دخل في الإسلام، وأمنهم كما تروي أم سلمة وغيرها من الرواة الذين رووا لنا وقائع التي وقعت في الحبشة. قالت فعشنا في أمان في خير ديار وحسن جوار، يعني كانوا في أمان. وهذه كانت فرصة في أن يعني يلتئم الجمع من المسلمين ويهيئوا أنفسهم ويعبدوا ربهم ويتمكنوا من الإسلام في مرحلة معينة، في حين أن قريشا لم تركن إلى ذلك. بعثت عمرو بن العاص، كان كافرا في ذلك الوقت، وبعثت أبا المغيرة ابن المغيرة، بعثتهما إلى قريش، إلى النجاشي، لكي يحرض النجاشي عليهم. هذاك الأمر الآن حبوا يخسروا عليهم المكان في الحبشة، والله سبحانه وتعالى رأى يهيئ لهم في مكان آخر في المدينة. بدأت أمور تتهيئ في المدينة. الآن شوف الحبشة بدأت تروح المكانة، لأنه بدأت المضايقات وبدأ النجاشي يوقع في حرج، ولكن الجماعة اللي هناك ربي رأى يهيئ لهم في مكان. الله ما يضيق عليك باب أو لا يغلق عليك باب إلا ويفتح لك 10، الله سبحانه وتعالى. فقط نحن نستعجل، لماذا؟ لأنه نحن لا نرى الغيب، أنت ما تعرف شلون هيئ لك الله سبحانه وتعالى، فلذلك نستعجل حتى تذهب لنا هذه العجلة اللي مخلوقة فينا. خلق الإنسان من عجل، لابد لنا من أن نخلفها، نداويها بشيء. ما هو؟ حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، حسن الظن في الله. الفرج يأتي لما تضيق، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. خلاص الرسل وقتاش يجيهم نصر الله؟ حتى تنغلق خلاص، وين ما كاش يقدر يدخل فيها البشر، يجي البحر أمامك وفرعون وراءك، كي تنغلق مليح الله يفتحها سبحانه وتعالى. فلذلك السلف رحمهم الله كانوا يستبشرون إذا ضيقت، يقولون اشتدي يا فرجة حتى تنفرجي، إذا اشتدت الأمور اشتدي يا كربة حتى تنفرجي، إذا اشتدت الكرب وضاقت الأمور فاعلم أن الفرج وراءها، إن بعد العسر يسرا. الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل عسر يسر ويسرا، ولا يغلب عسر يسرين، مستحيل، ما كاش ما يقدرش يكون عندك عسر فقط، لازم بعد عسر يسر، هكذا جعل الله سنة الحياة الدنيا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي قريش تعمل في اتصالات دبلوماسية حتى تخسر على أصحاب الحبشة هجرتهم وأمنهم، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام راه يهيئ في أشياء، راه يغتنم في الحج فيستغله كدعوة إلى الله. ففي السنة التي جاء فيها الحجاج، من نفس السنة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه السنة جاء الحجاج إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 12، جاء الحجاج فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم ويدعوهم للإسلام، وكان يذهب إلى سوق عكاظ، كان الناس سوق عكاظ وبعض الأسواق الأخرى، كان الناس في ذلك المكان يجتمعون، يأتون من كل مكان، كل واحد يجيب بضاعة معه إلى الحج ويبيعون ويشترون. فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان الذي يجتمع فيه الناس فيدعوهم إلى الإسلام، ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يجعلكم الله ملوكا بالإسلام، يعني يمكنكم وتسودوا، يعني تكون لكم القيادة، من دخل في الإسلام كانت له القيادة، من استجاب نحو 12 رجلا من المدينة، من الخزرج ومن الأوس، من بني النجار، من بني عوف، جماعة من الناس استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بعضا منهم. ثم أو الستة الأول، ثم بعد ذلك 70 رجلا. هؤلاء الستة هم معاذ بن الحارث، وذكوان بن عبد القيس، وعبادة بن الصامت الراوي الذي يروي لنا حديث الربا، الأصناف الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كما قال عليه الصلاة والسلام،
والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه الستة كلها من أصناف الربا، يدا بيد هاء بهاء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم ولكن يدا بيد. هذا حديث عبادة بن الصامت، وكذلك له بعض الأحاديث المشهورة في الفقه كذلك، فهو من الرواة. ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان، هؤلاء كلهم، والعباس بن عبادة وعويم بن ساعدة، هؤلاء من الخزرج جلهم، وبعضهم من الأوس، يعني من بني النجار وبني عوف وبني ساعدة كذلك وبني سلمة. هؤلاء الناس كل واحد فيهم سيد في قومه، عنده مكانة في قومه. ستة من الناس عمل بهم النبي عليه الصلاة والسلام صفقة دعوية عجيبة، بايعوه وأدخلوا في الإسلام، أفهمهم الرسول عليه الصلاة والسلام معنى لا إله إلا الله، وأفهمهم معنى الشرك، وأفهمهم معنى الدين، وأمرهم بالصلاة التي كانت مأمورة في ذلك الوقت، وأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. رجعوا من الحج فدعوا قومهم سنة كاملة، والدعوة تمشي في المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام غائب، ما زال مدخلهاش سنة كاملة، والرسول عليه الصلاة والسلام من عند من؟ من عند الأسياد، وهذا تدبير رباني. المدينة الآن راهي تهيأ، المدينة راهي تهيأ، ولا أحد يدري، ولا أحد يدري كما سيهيئ الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. يهيئ الله سبحانه وتعالى المدينة في آخر الزمان، ويأزر الإيمان إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها في آخر الزمان، حتى يجتمع فيها المسلمون، كل المسلمون، ما أحد فيه شيء من الدين والإسلام إلا ويجتمع في ذلك المكان، ويتكون منها الجيوش التي يكونون في الملحمة الكبرى في الشام. يعني هذا الدين سيأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها، ولا يدخلها الدجال، يقف على أعلى قمة فيها ولا يدخلها، تحرسها الملائكة، فيبقى الخير موجودا، وهذا مما سينطلق منه الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل، وكما تعلمون أن المهدي سيخرج ما بين الركن والمقام، المهدي سيظهر، ما هو يخرج من هذاك المكان، يظهر في ذلك المكان، في هذاك المكان يفيق الناس، حتى هو يفيق الروح. يعني في هذاك المكان محمد بن عبد الله المهدي، لقبه المهدي، اللقب يعني الوصف نتاعه مهدي، ما اسموش مهدي، وإنما اسمه كاسم الرسول عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه كاسم أبي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما لقبه المهدي، محمد بن عبد الله المهدي. فهذا يظهر ما بين الركن والمقام، فيظهر يبكي، يظهر يفيق الناس ويبايعونه هناك في ذلك المكان ما بين الركن والمقام، ما بين الركن الحجر الأسود ومقام إبراهيم، فذيك المسافة اللي هي ربما 10 أمتار أو ما يقاربها، يقف الناس ويبايعونه، اللي يظهر ويقول أنا المهدي خارج هذا المكان، قلوا غلط، لازم تروح ما بين المقام والركن، أنت مكش المهدي أبدا، لأن المهدي يظهر في ذلك المكان، يعني هو معلى بلوش الآن، معلى بلوش بلي مهدي حتى يكون في ذلك المكان. اللي يحب يقول أنا المهدي لازم يروح لذلك المكان، ممكن يصدقه. وهذه أمراض نسأل الله الشفاء والعافية يعني. فالآن هذا المكان يهيئه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل من هذا الأمر، من هذه السيرة، من أحداث السيرة هذه التي تمر في تلك المرحلة، مرحلة حرجة، والله رأى يهيئ في أشياء معينة. الآن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، ما يعلم، وإنما كان يعمل فقط، يعمل في الدعوة إلى الله، لأنه الدعوة إلى الله أنت ما تدري أين تذهب، ما تدري، ربما كلمة كلمتين في جمع من الناس تأتيك بخير عظيم، ربما أنت تهدي واحد في حياتك كاملة، وهذاك الواحد يهدي به رب الملايين، ربما أنت هديت إنسان واحد وهذاك الواحد يهدي به رب الملايين. أنا أغبط وأغار وأتمنى أن أكون في مثل في مقام ذلك الرجل المصري الذي هدى رجلا قسيسا، وهذاك القسيس الآن لا يحضرني اسمه، الآن راه داعية أكثر من مليونين من الناس دخلوا الإسلام على يده، رجل واحد هداه، قال له عرف لي ربك، من هو ربكم أنتم المسلمين؟ قال ربنا من؟ أنا أقول لك من هو ربنا، قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو ربنا أهلا، في قل هو الله أحد، هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. فأسلم هذا الإنسان،
كان قسيسا قسيس يدعو إلى النصرانية، فأسلم وصار الناس اليوم يدخلون الإسلام على يديه، وراه الآن داعي. أنا لا يحضرني اسمه وبدل اسمه، واسمه يوسف. نعم، فمشي يوسف إسلامه هكذا إستيس ولا كذا. نعم، هذاك الشيخ الكبير عنده لحية بيضة الآن يظهر في قناة الهدى بالإنجليزية، وهو داعي ما شاء الله. أنا أسمع له هذا يعني كلمات له ما شاء الله عقيدة سليمة جدا. فشوف الآن دعوة رجل حوار دقائق دخل واحد في الإسلام، ربما المصري هذاك موش داعية أصلا. يعني الإنسان وين يروح ينتج، وين يروح تكلم؟ راك تصنع في مكان معك جماعة يقصروا معك، ادعوهم اتكلم معهم في موضوع معين، عرفهم بالله. احنا المصيبة تاعنا، وانا اريد اركز على المسألة هذه مهمة جدا، المصيبة تاعنا احنا الآن واحد حب يتكلم لك على حاجة حلال ولا حرام. احيانا بعض الناس ربما انت تخدم له ولا راح تبيع له ولا ركبته معاك انت سائق أجرة ولا تلاقيت معاه في مكان معين ولا في عرس ولا كي يشوفك يجيه فكرة على الدين، يحب يتكلم على الدين. كي يشوفك هو ما يهموش الدين، يحب يتكلم على الدين، يقول لك انا قالوا لي هذيك حلال ولا حرام ولا كذا. انت الان هو موش يحوس على الحلال ولا حرام، هو حاب يهضر على الدين وخلاص، موضوع وخلاص، وممكن حاب يجيب لك الوقت اصلا. الان انت هذاك الانسان كي يهضر لك هذه حلال ولا حرام، حط له الموضوع هذاك على جهه، حطه له على جهه، وروح له مباشره عرفه بالله سبحانه وتعالى بطريقه او اخرى. يقول لك هذه، يقول واحد يقول حلال واحد حرام، والربا ماشي ربا، والبنوك ماشي البنوك، كذا موضوع من المواضيع اللي يتكلموا عليها كاع الناس. انت واش تقول له؟ قول له شوف، احنا لسنا بحاجه الان الى معرفه هل هذا حلال ولا حرام، احنا بحاجه الى تطبيق. احنا الان نفقد حاجه ما نعرفوش ربي سبحانه وتعالى. كلمه ودي له موضوع اخر عرفه بالله سبحانه وتعالى، ومن بعد ما على خرفتي له خليه يروح. نعطيك الدليل اين هذا. شوف يوسف عليه السلام في السجن تلاقى مع رجلين في السجن معه في زنزانه واحده، سالوه شافوا المنامات. احنا الناس ما يصلوش كامل يسالون على المنامات دوك. يقول لك شفت منام، والله ماذا بك جابك ربي يا شيخ، كاين منامه كاين منامه. انا كي يقول جابك ربي نقول له انت اللي جابك ربي، انت جايبك المنامه وانا نعرف واش ندير لك. الان يوسف عليه السلام لما قالوا له زوج من الناس كفار، قالوا له شفنا رؤيا، كل واحد فينا شاف رؤيا، ورينا الرؤيا. علاه الناس يحبوا الرؤيا؟ اعطيني المستقبل، راح يدخلوني دراهم ولا وري لي واش كاين. يحب الرؤيا وخلاص، ما يحوش عليك تقول له صلاه ولا مصلاه. يوسف عليه السلام قال لهم الرؤيا تاعكم راهي عندي انا، قال ما تقلقوش داركم، لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتاويله قبل ان ياتيكما، او ربي علمني هذا الشيء، والرؤيا تاعكم نوصفها لكم ما كاش مشكل. بصح الرؤيا حطها بجهه الاجابه، مازال الاجابه يدوها نسيئه، اللي يدوها نقدا واش هي؟ التوحيد. قال لهم انا يا، ورى لهم نفسه هو على بشي تبت عدالته لهم. قال لهم انا لم اشرك بالله الحمد لله، قال تبعت مله ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق، هذوك ابائي، وما اشركوا بالله، ما نشركوا بالله ابدا، ما كان لنا ان نشرك بالله، يعني نوحدوا ربي سبحانه وتعالى، نعبد غير الله وحده فقط. ومن بعد قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ يتكلم لهم على واش؟ على التوحيد. شكون خير؟ تعبد رب واحد ولا ارباب كثيرون؟ والارباب كيكونوا بزاف، لازم كل واحد كيفاش يتصرف الكون، يتخلق الكون، وكي نعبد هذا ولا يغضب هذاك، نسجد لهذا الاله الاخر يغضب عليا، يعني ما نقدرش نعبد عبد واحد الالهه بزاف، مستحيل هذا، ما نقدروش عقليا ما تمشيش. ومن بعد اطالهم قال لهم ما تعبدون هذا الآل اللي تعبدوهم انتم اصنام واوثان ما انزل الله بها من سلطان، يعني الدين تاعكم راه كفر. هما سالوا جايين يسالوها على الرؤيا المنام، فسرنا المنام، درت لنا درس في التوحيد. ومن بعد كي كمل كامل، اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب وتاكل الطير من راسه، قضي الامر. يعني الفتوى كانت صغيره، التفسير المنام كان صغير، ولكن الحكايه كامله شو نداهم؟ لماذا؟ لانه هو يعرف مصلحتهم. اللي يجي يتكلم لك على مساله كيما هذه، ماشي هو يتحكم فيك في الموضوع، انت اللي راك تحضر الدروس، انت اللي عندك استفاده، انت عندك فهم خير منه، انت تعرف مصلحته احسن. قل له هذه ماشي مشكله دوك نتكلموا عليها. المصيبه اللي رانا فيها اننا ما نعرفوش الله سبحانه وتعالى، ما نعرفوش قدر الرسول عليه الصلاه والسلام، ما عندناش اخلاق، ما عندناش تربيه الكافيه باش نقدروا نكونوا حقيقه امه اسلاميه يعتمد عليها.
أمة إسلامية حقيقة تقود. ومن بعد نروح وبعدين الربا وكذا سهلة، مش مشكلة مش مشكلة. فلذلك الناس يحتاجون الآن، لا يحتاجون إلى واحد زائد واحد يسوي اثنين، ما يحتاجوش إلى حلال حرام، يحتاجوا إلى أمر أنت الذي تقود قيادة الدعوة والكلام والحوار. لماذا؟ أنت تعرف، الناس لا يعرفون، الناس جهال يحتاجون لمن يعلمهم، الناس في غفلة يحتاجون إلى من يذكرهم، الناس في بعد عن الله يحتاجون إلى من يقربهم، وهم بحاجة إلينا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس وكان يأمرهم بالخير، فجاء في السنة الأخرى، السنة التي بعدها، السنة الثالثة عشرة من البعثة بعد ما بعثه الله سبحانه وتعالى، في موسم الحج الآخر جاءه 70 رجلا من الأنصار، جاءوا مسلمين عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا الأخرين خدموا خدمتهم، 6 الأولين خدموا خدمتهم، جاءوا 70 رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافوه فبايعوه عند العقبة، هذه العقبة التي سميناها العقبة الثانية. العقبة الأولى أصحاب 6 هذوك، 6 الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبعون الآخرون العقبة الثانية، العقبة اللي هي الآن عند حدود منى، حدود منى جمرة العقبة، وهي المكان الذي جاء فيه الأمر أو أراد أن يذبح إبراهيم ابنه في ذلك المكان. في ذلك المكان جاء الشيطان وأراد، كما يروي المؤرخون وأصحاب السير، جاء الشيطان وأراد أن يصد إبراهيم، ولو أن القصة هذه اختلف في العلماء في ثبوتها من عدمه، وانتقل إبراهيم من مكان إلى مكان، فكان يرميه ب7 حصيات في الأولى ويقول له كيف تذبح ابنك، كيف تفعل كذا، وإبراهيم يقول ربي الذي أمرني، ويرمي الشيطان ب7 حصيات، ثم ينتقل من مكان إلى مكان 3 مرات حتى أسلم وتله للجبين، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه البشرى بأنه فداه بذبح عظيم، وأنزل عليه، جاءه جبريل ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، فنحر إبراهيم، نحر في ذلك المكان، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر، نحر في ذلك المكان، رمى ونحر في ذلك المكان في يوم العيد، وقال ذبحتها هنا، نحرتها هنا، ومنا كلها منحر. وهذه اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم، هذا البيت الذي رفعه الله سبحانه وتعالى وجعل المناسك تذكرنا بإبراهيم عليه السلام. نعود فنقول أن هذا المكان الذي بايع فيه الناس، الآن بني فيه مسجد صغير، من وفقه الله ذهب إلى ذلك المكان، يعني قبل ما توصل إلى جمرة العقبة، قبل الجمرات هناك مسجد صغير قديم جدا، الآن ما يدخلوش الناس، هذا مسجد العقبة، مسجد أثري أصفر قديم جدا، عليه سياج، وهذا ما يسمى الآن بمسجد العقبة، كنا ندخل فيه قديما نصلي فيه، ولكن لما صار الناس يتبركون به وغير ذلك أغلق. فهذا المكان هو مكان العقبة، كانت شجرة هناك وكان بئر وكانت أماكن، هناك صور قديمة شوية تظهر لك المكان، يعني هو واد العقبة، وفيه شجرة العقبة، يعني فيه شجرة وفيها يعني واد، فيها عقبة، العقبة هي العقبة. فالآن هذا المكان هو ذاك الذي بايع فيه الناس، لأنهم كانوا يحجون في ذلك المكان، فجاءوا إلى ذلك المكان وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمبايعة أنهم يمنعون أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، يعني أنهم النبي عليه الصلاة والسلام وجد من يؤازره، يعني بمعنى نحن معك بأنفسنا وأموالنا ونحن على الدين، وإننا لن نرتد أبدا، يعني وافوه وفاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فبايعوه. وكان هؤلاء الناس من أهل الفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم نرتبهم ترتيبا، 10 المبشرون أو نقول أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، هذو 4، ثم بقية 10، 6 الأخرين، 6 سعد وطلحة وأبو عبيدة وغيرهم، 6 هؤلاء، ثم بعد ذلك أصحاب العقبة الأولى، ثم أصحاب العقبة الثانية، ثم أصحاب شجرة الرضوان في الحديبية، كما سيأتينا في قصة الحديبية إن شاء الله، الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عند شجرة الحديبية، فهؤلاء يرتبون. ثم قيل البدريون، البدريون قبلها أصحاب بدر،
ثم أصحاب أحد، ثم أصحاب شجرة الرضوان، ثم بعد ذلك بقية، ثم أصحاب العسرة، وكذلك السابقون الأولون في الإسلام لهم فضل كذلك، وأصحاب الهجرة الأولى، أصحاب الهجرتين للحبشة، أصحاب الهجرة الكبرى اللي هي الهجرة من مكة إلى المدينة، أول من هاجر يعني، ثم بعده إلى آخر من هاجر إلى الفتح. يعني من هاجر في الأول لما كانت الأمور تحتاج إلى قوة وفدى بماله وترك أهله، ما وش كما الإنسان يهاجر في نتاع. لذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، بعد الفتح خلاص، ليبقى في داره يبقى في داره، يبقى يعني لا تثبت له أنه هاجر، يعني ما يهاجر خلاص، لأنه مكة فتحت ما تحتاج إلى هجرة. فالآن الأمور التي كانت تقع للنبي عليه الصلاة والسلام من أحداث، هذه أصحابها عندهم فضل فيها، الصحابة رضي الله عنهم عندهم فضل. لماذا هذا الفضل؟ لماذا فضل؟ لماذا الناس ترتبت هنا؟ علاه؟ لأنه في الموقف كي تصرى حادثة، وفي الموقف يحتاج الدين إلى رجال، فهذه اللحظة ليدخل في هذه اللحظة ويكون عنده موقف لابد أن يقفه، ما يكونش جبان، ما يفكرش في شيء معين، وإنما يقدم غيرة على الدين ويعمل موقف ينقذ الأمر ويتخذ شيئا معينا، هذا الإنسان ليكتب له ربي سبحانه وتعالى المنزلة. وبهذه الأمور نحن عند الله نترتب أماكن المكانة تعنا عند ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لأنه الآن الإنسان اللي يقول كلمة الحق في ليت ساعة ماشي كيما اللي يقولها في وقتها، نحتاج شهادة. الواحد يتخبى بعد 10 سنين يجي يقول لك أنا كنت شاهد، والله ما حبيتش نهضر في ذاك الوقت، شنو نديروا بالشهادة تاعك؟ بالعكس آثم. أما اللي يتكلم في ذاك اللحظة وينقذ الموقف والشهادة تاعه تكون فعالة، فهذاك الإنسان صاحب موقف مثلا، وغيرها من الأمور التي تكون من هذا القبيل. الصحابة رضي الله عنهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النقباء، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتم على قومكم كفلاء، فسميت بعد ذلك هذه البيعة ببيعة العقبة الثانية. وروى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من رجالها، كعب بن مالك الذي له فضل عظيم، وهو رأس الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عز وجل عليهم في ساعة العسرة، يروي لنا هذه القصة يعني بروايته. قال يقول خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، لأنه المكان الذي يجلس فيه الحجاج. فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد في بدر في أحد، وكلمه الله سبحانه وتعالى قال إن الله كلم أباك يا جابر، إن الله كلم أباك عبد الله، كلمه من غير حجاب، عيانا من غير حجاب، فقال يا عبد الله سلني، فسأله عبد الله بن حرام يعني والد جابر، سأله أن يعيده، قال يا ربي إني أسألك أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، يعني باش يستشهد مرة أخرى، ما طلبش باش يولي الدنيا من أجل الدنيا. فقال الله سبحانه وتعالى إني كتبت فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يرجع نفسا، يعني أن أحدا يموت لا يرجعه الله سبحانه وتعالى الدنيا، هذا شيء كتبه الله على نفسه، لذلك لم يستجب له هذا الأمر. وسيأتينا القصة فيها. قال وكان سيدا من ساداتنا وشريفا من أشرافنا، ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر كيف وقف معه لما مات أبوه، استشهد أبوه وترك دينا، عبد الله بن حرام ترك دينا ومات شهيدا في أحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لجابر في هذه المحنة ينادي الناس، فجمع له ووفاه دينه، قضى عنه دينه، وقف مع جابر وفاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي وقف معه في البداية، كان من أصحاب العقبة الثانية. قال وكان سيدا من ساداتنا وشريفا من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، هم جوا معهم للحج عادي من المدينة، ولكن هذوك 70 اللي كانوا مسلمين ما كانوش يبينوا أمام قومهم بأنهم أسلموا. شوف سبحان الله، يعني أنا دائما لما نقرأ السيرة النبوية في هذه المرحلة دائما نقول سبحان الله هؤلاء القوم مش كما احنا لازم نقولوا كما هما،
شوف مسألة السر سبحان الله. نحن نفرح بنشر الأسرار، نفرح نفرح. الآن يعني قل من تجد إنسان تحط عنده سرك ويكتمك، ما كاش قليل. يعني الآن تعطيه أقل شيء، أقل شيء، كي رحمك كي رحمك يقول زوجته، هذه كي رحمك يقول زوجته في الليل، ومن بعد السلام عليكم عند النساء. يعني فلأن الناس ولا يجيك يقول لك شوف يرحم بابك، نقول لك واحد الحاجة بس ما تقولش، خاطر تحلفني الآخر ما قال لي ما تقولش، هو راح يقول سبحان الله. فصار الواحد ما يقدر يعطي سره الإنسان. ونحن الأمور هذه السر هذا مهم جدا، كتمان السر هذا راه دين سبحان الله، تبنى عليه دين، تبنى عليه أعراض. كم من واحد ولا ما يتكلمش مع إنسان يقول لك قلت له راح بالشعبية وكذا، إنسان لا يقول، ما تكلمش حتى ولو قال لك فلان، ما تكلمش ما تكلمش. والله عاشرنا علماء ودعاة قمة الأخلاق، أنت راه تحكي له في خبر هو على باله، ما يقولكش بلي على بالي، يسكت يسكت، ما يقولكش بلي فلان قال لي. فشوف الناس قمة الأخلاق. فلذلك السر سبحان الله، شوف الصحابة 70 إنسان 70 واحد، واحد فيهم ما غلط هكذا قال، واحد فيهم ما تكلم. 70 واحد أسلموا وجوا من المدينة إلى مكة في سفر مع الناس، يباتوا معاهم وغيرهم وأهلهم وزواجهم وأولادهم وأبائهم وإخوانهم وقبيلتهم معاهم، واحد فيهم ما تكلم باللي رانا دخلنا في الإسلام ورانا رايحين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحوا سرا 70 واحد تلاقوا معه، داروا معه موعد في آخر أيام التشريق في الحج، داروا معه موعد باش يتلاقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وشوف يعني سبحان الله، قال وكنا قد كتمنا سرنا في قومنا. شوف الآن كيف الأمور التي تعين على الدين على الإسلام. يعني كاين تربية فردية اجتماعية نحتاجها نحن الآن، كاين تربية نحتاجها. فقال إنك سيد من ساداتنا، يعني فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر، عبد الله بن عمرو بن حرام، قالوا له إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عمن أو نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. يعني تبقى على الشرك تموت وتكون من أهل النار. ثم دعوناه إلى الإسلام، قلنا له ادخل في الإسلام، وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. قلنا له ادخلك في الإسلام وندوك معنا، عندنا جلسة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عندنا موعد. شوف الآن هذو الناس كعب بن مالك والناس 70 واحد دعوا من؟ دعوا عبد الله بن حرام. وين هم الآن؟ على بالهم باللي راح بعد سنوات أو بعد 3 سنوات أو سنتين فقط هذا الإنسان سيموت شهيدا في سبيل الله في أحد. كانوا يعرفوا هذا الأمر؟ لا يعرفون هذا. ولذلك هذا الأمر هذا عنده أساس في التربية، وهو التسليم وحسن الظن بالله. أنت أخدم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما تحوش أنت على النتيجة، أقول كان دير هذه وشي شرع. أنت المهم تكون على نتيجة ربانية، تكون على منهج نبوي فقط. ولذلك احنا باش نترباو التربية الإيمانية، ربي سبحانه وتعالى سن لنا أننا نقرأ سورة الكهف مرة في الأسبوع، درس تذكير. لماذا؟ لأننا احنا في حياتنا اليومية وش يصرنا نركن إلى السنن الكونية. السنن الكونية وش هي؟ هي قواعد رياضية نحس بها احنا، نولينا نأمن بالملموس، تخدم تعيش، ما تخدمش ما تعيش، تكذب تتنال تدي البروجي، تكذب وترشي تدي البروجي، ما تكذبش ما ترشيش تبقى فقير. سمى هكذا احنا قعدنا مع مرور الزمن ونشوفوا الأحداث نتاع الناس، هاولي كذب هاولي سرق داروا ملاير، وهاولي وصادق وخرجوا من الخدمة وقاعد برا. كيفاش انا تقول لي ما نكذبش؟ كيفاش ما احنا مع مرور الزمن هذه الوقائع هذه تخسر لنا الإيمان بالله، تخسروا. ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال لنا كل جمعة اقرأوا سورة الكهف تكون لك نورا ما بين الجمعتين. علاه نور؟ علاه قراها شوف سورة الكهف. على بالي بلي احنا الآن واحد فينا ما فهمها، على هذيك مش تنفع فينا، ما تنفعناش. بس لو كنت تفهمها فقط فقط نخرج منها قصة واحدة، قصة موسى مع الخضر. قصة موسى مع الخضر، وهذه كلام طويل على كل حال، احنا نختصروه ورانا نذكره لأهميته. موسى مع الخضر 3 أحداث وقعوا. الآن موسى عليه السلام يمثل الإنسان البشري، إنسان بشر يرى بالمعطيات تاعو برك، ما عندوش ما يعلمش الغيب. والخضر كما قال العلماء كأنه يمثل الغيب، يمثل لنا القدر، القدر قدر الله سبحانه وتعالى. قدر الله سبحانه وتعالى هذا يمضي فينا
ماض ماض فينا، يمشي يمشي فينا، تطلع تهبط، قدر الله نافذ فيك نافذ فيك. فإذن الآن كيف ننظر إلى القدر؟ فذكر له ثلاث قصص، وقعوا لهم ثلاث قصص، هي ثلاثة أنواع من القدر كما يقسمها العلماء. القصة الأولى أصحاب السفينة ركبوا معهم في سفينة، ركبين في سفينة، ومن بعد شافوا ماذا؟ الخضر يتقب لهم في السفينة، يتقب فيها، تتقب فيها تغرق بينا، كيف تتقب أنت سفينة؟ الآن رأوا الأمر شرا وهو خير، هذا النوع من أنواع القدر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نوع الأول، أحيانا أمور توقع لك أنت هي شر شر، وبعد ذلك ربي سبحانه وتعالى وقع لك هذا الشيء اللي هو شر بالنسبة لك، بس هو في حقيقة الأمر خير بالنسبة لك، خير. الخير هذا كنت ما كنت تنظر إليه، ولكن الخير، الخير هو كل ما أوصلك إلى الله هو الخير. أحيانا المرض خير، أحيانا الفقر خير، ما تدري أنت الخير أين هو. فإذا الإنسان دائما عنده تسليم لرب العالمين في قضائه وقدره. فأحيانا الشر لما يوقع يوقع، خلاص يوقع، احنا ما نديروش الشر، احنا ما نديروش، بس لما يوقع لك شر قل عسى ان يكون فيه خير ان شاء الله، لعل الله مقدر لي امر. فاحيانا تشوف تقول سبحان الله، شوفوا شو وقع لي، وكان ما وقع ليش هذاك الامر ما نلتش هذاك الامر هذاك، فتشوف بعد ذلك تولي تضحك على نفسك، ولكننا نستعجل فقط. هذا من الامور التي ظاهرها شر وباطنها خير، قصة اصحاب السفينة. ثم بعد ذلك ذهبوا فوجدوا غلاما، غلاما، وفي البداية ما أصحاب السفينة يعرفون، أصحاب السفينة ما كانوا يعرفون باللي هذاك الأمر خير، ولكن أظهر الله عز وجل لهم الخير بعدها، ظهر لهم الخير. هناك من الشر الذي يظهر لك شر وراءه خير ستدركه، خير مدرك يعني الآن تدركه أنت. ثم أظهر لنا ماذا؟ أظهر لنا شرا وراءه خير لا يدرك، نفس القصة تاع السفينة، بس ما عرفوش الخير وراها. ما هو؟ غلام لقيه الخضر قتله، كيف تقتل نفس بريئة؟ قال هذا راح يكبر ويكفر، الآن الخضر يمثل لنا الغيب، يمثل لنا القدر، أعطاه ربي علم لا يعرفه بشر، قالوا هذا راح يكبر ويكفر كافر بالله، يخرج كافر، والديه مؤمنين راح يتعبهم تعب مدام كافر، إذن قتلوا نحاه باش يبقى والديه مرتاحين. الآن والديه عندهم خير بالنسبة لهم، وليدهم شر، بصح الله سبحانه وتعالى أدفع عنهم شر وما ما علبهمش به، جاب لهم خير وما ما علبهمش به. فهذا كذلك نوع من أنواع القدر الذي يقع لنا في حياتنا اليومية. النوع الثالث إن شاء الله بعد الأذان نكمله إن شاء الله. إذن النوع الآخر الذي هو
من أنواع القدر ما وقع للغلامين. الغلامين كان أبوهما صالحا، دفن لهما كنزا تحت حائط تحت جدار. راح موسى مع الخضر عليهما السلام، دخلوا إلى قرية طلبوا منهم الطعام فأبوا أن يطعموهما. ثم بعد ذلك قام الخضر فوجد هذا الجدار يريد أن ينقض، يعني راح يريب بناه الخضر بناه. قال له موسى كيف كيفاش تبني لهم حائط في المدينة تاعهم راح يريب ودير فيهم الخير هذا وما داروا فينا شر. نعم صح، كيفاش القرية ولات مدينة في هذا؟ لأنها كبيرة، تطلق القرية على المدينة تطلق. نعم كانت قرية. نعم وبعد قال كانوا زوج أطفال هذوما وبعد ولات مدينة. نعم لماذا ولات المدينة؟ لأن القرية تكون كافرة كامل، وكي تكون مدينة فيها الكفار فيها مسلمين. نعم الأبناء هذو مسلمين ولاد. بارك الله فيك، اللهم زدنا علما، جزاك الله خير، بارك الله فيك. هكذا سوا سوا. أنا ما نعرفش ما على باليش الأمر هذا، هاني نستفيد منك. على خطر على القرية هذه. على دين واحد يعني، على دين واحد. ما حبوش يضيفوه. نعم. ومن بعد في هذه القرية كانوا زوج توال. نعم. غلمان. نعم. نعم. وبعد قالك ولاد كانت ولاد مدينة. نعم. القرية ولاد مدينة. معناها القرية معناها الجنة دخل فيها الدين يعني خلوها ديتها ما هذه ولات مدينة. بارك الله فيك. نعم فيها الكفر وفيها جزاك الله خير. نعم بارك الله فيك، ربي يحفظك. فقلنا أن الآن لما بان هذا الأمر، شوف الآن قال كان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا. لما كان أبوهما صالحا الله سبحانه وتعالى سخر لهذا الإنسان، سخر. هذا فيه بيان أن القدر، القدر كتب ربي لعلم سابق، ربي سبحانه وتعالى كتب لعلم سابق. ربي عز وجل كتب هذه الأقدار وهيأ لها أسبابها. لما كتب بأن هؤلاء الناس اليتامى هذو يخبي لهم الكنز حتى يكبروا، هيأ لهم سبب. وش هو السبب؟ صلاح الأب، صلاح الأب. فالآن الإنسان يعمل على الخير، والله سبحانه وتعالى يقدر لك الأقدار بعلمه سبحانه وتعالى الذي سبق، فلذلك كتبها. عنده معلومات، عنده علم الله سبحانه وتعالى عليك أنت وش تعمل وغير ذلك، اكتبها لك ربي سبحانه وتعالى. وقدر الله عز وجل مقادير الخلق، قدرها أي بمعنى كل واحد أعطاه النصيب في حياته. فلذلك الآن هؤلاء الناس لما حفظ لهم الله سبحانه وتعالى الكنز، شوف الآن كان راح يجيهم شر ومن بعد راح دفع لهم الشر وكبروا لقوا الخير. الآن هذاك الشر هذاك اللي كان جاي كان راح يحدث شر. وش هو الشر؟ يريب الحيط ويظهر الكنز يديوه الناس، هذا شر، هذا شر متوقع. ومن بعد ذلك جاء موسى والخضر، الخضر بنى الحائط وحفظ لهم الله سبحانه وتعالى الكنز حتى كبروا، يعني دفع الشر، كان راح يجي شر متوقع ودفع الشر. هما كبروا الأولاد، كبروا وداو الكنز تاعهم وراحوا. الان هما الان دركا الى يومنا هذا ما على بالهم باللي الحائط هذاك راب كان راح يريب، ما على بالهمش باللي كان راح يجيهم شر. وما ذكرناش القران الكريم باللي على بالهم باللي جا واحد ودفع عليهم الشر، يعني ما كانوا يعرفوا بالشر المتوقع وما كانوا يعرفوا بدفع الشر المتوقع، ما يعرفوا هذا، عاشوا حياتهم وماتوا عادي. احنا هكذا عندنا نوع من انواع القدر، ربي سبحانه وتعالى كان أمور كانت راح توقع لك ليك أنت من الشر ودفعها عليك الله سبحانه وتعالى بحاجة معينة، ولا كش واحد دفعها عليك ولا غير ذلك، دفعها ربي عليك بحاجة معينة وانت تدرك إلى يومنا هذا ما على بالك بها. هذه القصة نتاع الخضر مع الحائط هذا الغلامين لو كان يحكيها لناش القرآن احنا ما نعرفوهاش. يعني وش راني يقول لك ثلاثة الأحداث هذوما كي تتعامل معها تعامل معها بغير معلومات مسبقة. لو كان أنت الآن لك عايش وتشوف مثل ما يشوفوا الناس الأفلام لأول مرة، شفت الناس كي يشوفوا الأفلام لأول مرة يشوف حاجة ما يعرفش وش راح يصير من بعد. الآن الإنسان أو يشوف لو كانك تشوف أنت في القصة أمامك دركا وتشوف باللي الخضر ركب تقول شنو يدير هذا، شنو يدير هذا الإنسان، شنو مثلا ساكن فقراء. لماذا؟ لأنك أنت باقي تخزر بشريتك، باقي تشوف بشريتك. فلذلك القرآن وش يعلمك، وش يعلمك القرآن؟ يقول لك انظر بنظرة الإيمان،
القرآن يقول لك حط البشرية بجيه وانظر إلى الأمور بنظرة إيمانية كما علمك الله سبحانه وتعالى. لا تستعجل ولا تتسخط ولا تنظر بنظرة تشاؤمية، انظر بنظرة الإيمان بالقرآن. خليك الآن بعد ما تزيد تستعجل في نظرة ولا تحكم حكم هكذا، ولا تستعجل بسخط بما قدره الله أبدا لما ترى مثل هذه الأشياء. هكذا يخليك القرآن تنظر بهذه الأشياء. فلذلك الإنسان كيف فاعل مع القرآن؟ شوف فقط هذه ثلاثة أحداث وقعت لنا في صفحتين من سورة الكهف، لو الواحد يتأمل فيها وينظر إلى الفتية كيف هربوا إلى الكهف من فتنة عظيمة كانوا يتوقعونها وغير ذلك من الأشياء، هذه كلها اللي الإنسان ينظر إليها يجد في القرآن الكريم أن تدبيرات الرحمن سبحانه وتعالى ما يستطيع أن يدركها أحد. هذه المنظومات الغربية والكافرة من اليهود والنصارى والخدم بتاعهم الأمريكان وغيرهم، هم يدبرون ويخططون وعندهم قوة عظيمة، قوة نووية وتكنولوجيا وأشياء ربما لا نسمع بها نحن، ما كنا نسمع بالأنترنت في الخمسينات أنها كانت موجودة وهي هم كانوا يستعملونها، وعندهم أشياء كثيرة ونحن لا ندركها. نحن لا ندركها، مثل الغلامين نتاع الحائط، مثل الغلامين نتاع الكنز، نحن لا ندركها. والله يقدر أشياء ويدفع عنا شر، والله يقدر أشياء ويأتينا بالخير، فقط الإنسان يعمل ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويستبشر خيرا ولا يتشائم، ودائما يكون عنده الأمل بالخير والرجاء في الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو اللي يدبر الأمور، ما يدبرها أحد. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن قريش كلها الآن تعاديه، فتح جبهة كبيرة جدا مع أهل المدينة ويخطط أشياء النبي عليه الصلاة والسلام، والله دبرها سبحانه وتعالى، ربي عز وجل دبرها. فكذلك قال: فقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب عما أنت فيه، يعني ما نريد أن تبقى كافرا مشركا وتدخل للنار وأن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام، يقول كعب بن مالك دعونا أبا جابر عبد الله بن عمر بن حرام دعوناه إلى الإسلام، وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا له بنعدنا موعد مع النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة أمام جمرة العقبة. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، خيروا يكم بعد 12 واحد كما سيأتينا، وكان نقيبا. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، وزال السر موجود، نمنا مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا. القطا معروف، أسراب القطا، كأسراب القطا، الناس كأسراب القطا، قال النبي عليه الصلاة والسلام، يتبع آخرها أولها، كما البول هذاك السرب نتاع الآخر يتبع الأول، الناس هكذا يتبعوا بعضهم في العادات. القطا نوع من الطائر معروف، يعني شبيه بالحمام، يشبه الحمامات. فقال نتسلل تسلل القطا مستخفين، يعني متخبيين من أقوامنا باش يحافظوا على السر، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، في الشعب عند العقبة، عقبة الموجودة المعروفة، ونحن 73 رجلا، 73 رجلا، يعني هنا كاين دقة من كعب المالك في الحساب. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. العباس هنا كان على دين القوم، على دين قومه، كان على الشرك. وهذه لطيفة وأدب من كعب بن مالك، ما قالش كان مشركا، كان على دين قومه، يعني هناك شيء من التلطف في العبارة من الصحابة رضي الله عنهم، هذه مليح إنسان يتعلم منهم كيف كانوا يتكلمون. أبو بكر الصديق قالوا له من أكبر، شكون أكبر في السن، أبو بكر ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قالوا لأبي بكر من أكبر، أنت ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. يعني كاين شيء، كلمات إنسان يعطيها حقها في مخاطبة الناس، في الكلام على الناس. فلما جلس كان أول متكلمين العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا معشر الخزرج
وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها يعني الأنصار. إن محمدا، العباس يقول إن محمدا منا حيث قد علمتم، يعني هو ابن أخي، وقد منعناه من قومنا، منعناه من شر نتاع قريش، ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومناعة في بلده، في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم، يعني شاف فيكم خير أهل المدينة يعني مال إليكم الرسول عليه الصلاة والسلام، واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، إذا شفتوا بأنه تأويوه وتقوموا به وتحطوه عندكم وتمنعوه من الشر تاع قريش، قال فأنتم وما تحملتم من ذلك، يعني أنتم بما تحملتموه، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، يعني لو فات خرج من قومه تعودوا تردوه رأي بخسة كبيرة، فإذا خرج لكم للمدينة وجاء عندكم لابد تكونوا معه، قال فمن الآن فدعوه، يعني من الآن لاشتروكم ما قدها خلوه الآن، لا ما توفوش مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتوقفوش معه خلوه الآن، يعني ما كان له يجي عندكم إلى المدينة، فإنه في عز، رونا حنا منعينه ورانا مأمنينه من شر قريش، وانا حاطينه عندنا في مكة لأنه في وسطنا، قال فإنه في عز ومناعة من قومه وبلده، فقلنا له قد سمعنا ما قلته، الكلام قلت انت، وهذه أدب عظيم كان عند العرب في الحوار، كانوا كي يتحاوروا العرب عندهم أدب عظيم جدا، هذا الأدب الآن عندنا غايب تقريبا نوعا ما، يتكلم واحد يسمع الناس تسمع، خليه يكمل وش حاب يقول الإنسان هذا، كمل ما نقاطعوش الناس، فالمقاطعة هذه صارت عندنا عادة، نسأل الله العافية والسلامة، وهي منتشرة كثيرا في الحوارات التلفزيونية وغير ذلك، في البلاطوهات كما يقولوا، قال وإن كنتم قالوا فتكلم، قالوا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، يعني يسحب ويسمع رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم، كما تمنعون الشر اللي تمنعون منه نساءكم وأبنائكم منعوني أنا كذلك معكم، ولكن أبايعكم على هذا، فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، يعني الأزور هي النساء، يعني المرأة قد يكنى عنها بالإزار، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، يعني أهل الحلقة، الحلقة هي السلاح، وأهل الحلقة أهل السلاح، يعني وورثناها كابرا عن صاغر، وبينما البراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الهيثم بن التيهان الذي أسلم معه من الأولين يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني اليهود يقصد اليهود، اليهود كانوا عايشين في المدينة، قالوا كين عدنا بيننا وبينهم صلة يعني تعاملات معهم، قالوا إن قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، قالوا الآن كي نجيبوك، احنا قطعوا العلاقة مع اليهود، نجيبوك نقطع مع اليهود، مش معناتها نقطع العلاقة مع اليهود، وهم عايشين معنا في المدينة، بنو قريظة بنو النضير بنو قينقاع عايشين معنا في المدينة، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا انت نجيبوك دوك احنا نقطعوها مع اليهود كي نجيبوك، ومن بعد تعاود بالك ربما تتخلينا تعاود تولي عند قومك وتخلينا انت تاني، فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم بل الدم الدم، دمي هو دمكم، بل الدم الدم والهدم الهدم، وأنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربكم وأسالم من سلمكم، وهذه اللي راح نربطوها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فتح مكة، لما النبي عليه الصلاة والسلام غنم من الغنائم ما غنم عليه الصلاة والسلام، وأعطى الأعراب حابس بن الأقرع وغيرهم من أهل قريش، الأنصار وقع في أنفسهم شيء بعدها، هذه نحكوا لها يعني بعد سنوات، يعني بعد تقريب 9 سنوات من القصة هذه راح يوقع حادث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ في حنين، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم ما أخذ، ماذا وقع؟
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصار وقع في نفوسهم شيء، قالوا احنا وقفنا معاك، احنا الذين وقفنا معك في الحرب، هذه الحرب، وكذلك يوم ما كانت قريش تطردك، قالوا طردك آويناك، اطردك قومك أخرجوك، احنا آويناك وإحنا وقفنا معك في وقت الشدة، كيفاش تعطيناهم الغنائم وما تعطيناش احنا؟ فجمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام وحاورهم حوارا جميلا شديدا، فبكى الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار، بكوا بكاء شديد، قال حتى بلوا الثرى، الأرض تشمخت من الدموع، يعني مما وقع بينهم من الكلام والحوار. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام المقولة الشهيرة، قال ما ضركم يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالدينار والدرهم وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أدوني أنا، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فبكى الأنصار وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، وبكوا وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنا منكم وأنتم مني، ومات في المدينة عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ما رجعش المكة، ما رجعش، بقي وفاؤه مع الأنصار، ومات بالمدينة عليه الصلاة والسلام، وكان لأهل المدينة واستوصى وقال استوصوا بالإنصار خيرا، وقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وأبناء أبناء أبناءهم، يعني دعا إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعا لهم وأوصى الناس خيرا، قال استوصوا بالأنصار خيرا، يعني هؤلاء الناس قال واسوني، هم في ساعة الضيق هم الذين واسوني. وهذه القصة لها رابطة بتلك التي سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدم الدم والهدم الهدم، يعني أنا معكم، أنا منكم وأنتم مني، يعني باقي معكم، أحارب من حاربكم وأسالم من سلمكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، يعني خير 12 واحد من 73، خير 12 واحد، هذه في العقبة، قال خير 12 واحد ليكونوا نقباء على قومهم، يعني يمثلون، وهم الذين ينشرون الخير في أقوامهم، وهم الذين يبلغون، ويكون شيء من التحكم في المدينة بطريقة تمهد دخول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، هذا تمهيد للهجرة، تمهيد للهجرة، بل هذه أكبر عملية تمهيد للهجرة، أكبر عملية. وسيأتينا بعد ذلك ما كان من توحيد ما بين الأوس والخزرج، يعني مما مهد به النبي عليه الصلاة والسلام، هيئ المدينة، هيئ الأخوة حتى دخلها. قال ويحكي لنا جابر رضي الله تعالى عنه، يحكي لنا بعض ما حدث في بيعة العقبة، قال لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الحجاج أو الحاج في منازلهم في الموسم وبمجنة، مجنة المكان الذي وعقاد، مجنة وعقاد أسواق كانت تقام في الحج. قال جابر بن عبد الله 10 سنين والنبي عليه الصلاة والسلام يتبع الحجاج ويعرض عليهم الإسلام، 10 سنين وكانوا يأبون. قال وبمنازلهم في منى يقول من يأويني، من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ويؤويه، واحد ما حب يديه عنده في بلده ولا يؤويه. إذن قال حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، يجي واحد رايح الحج يقول له بالك تروح للحج، تلقى واحد التم يدعو إياك أن تستجيب له، يعني يجوا الناس أصلا عندهم خلفية على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا لا يتبعونه عليه الصلاة والسلام. ثم قال يقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل. شوف الآن ما يئس عليه الصلاة والسلام، الإسلام اليوم كم تشوه صورته، كم يقال في الإسلام إرهاب، ويقال فيه العنصرية، فيه الرجعية، وفيه التخلف، وفيه محاربة للمرأة، وهضم لحقوق الإنسان، وفيه تعدي على الحريات، وفيه كذا وكذا، كم يلطخ الإسلام الآن، كم يلطخ ويحذر منه. فلا يقول الإنسان نحن خلاص ما نستطيع أن ندعو إلى الله، يدعو الإنسان إلى الله، وربك سبحانه وتعالى رحيم وعليم بالأشياء. قال والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون بأصبعه، وهذا اللي يحذرون منه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب، هذا جابر يقول هذا الكلام، فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن فيرجع إلى أهله فيسلمون بإسلامه. شوف الآن يعلم واحد ويرجع إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور يثرب في المدينة إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، يعني الآن المدينة تهيأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعثنا الله عز وجل فأتمرنا واجتمعنا
واجتمعنا 70 رجلا منا، يعني 73 واحد، فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، يعني لما اجتمعوا في القصة التي رواها كعب بن مالك. فقال عمه العباس: يا ابن أخي، إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. قال يعني شباب، أحداث بمعنى شباب. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ أهل المدينة قالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب، إذا جئت إلى المدينة تنصروني وتقفوا معي وتمنعون. قال: فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. النتيجة ما هي؟ قال: ولكم الجنة. ولكم الجنة، يعني رسم لهم طريق الجنة. هذه النتيجة، هذا هو الجزاء انتهاكم. ماذا قال؟ فقال: فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، أصغر الناس 70. إلى بقية القصة نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل، والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، أذكر إخواني أن يدخل علينا سبحان الله الدنيا هذه كيف تسير وكيف تجري، يدخل علينا إن شاء الله شهر شعبان، أظن غدا إن شاء الله تبارك وتعالى أول شعبان بإذن الله عز وجل. فيستحب صيام النصف الأول من شعبان، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان أكثر ما يصوم شعبان، يعني أكثر الأشهر التي يصومها بعد رمضان هي شعبان، فكان يصومها عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام الترغيب في هذا الشهر، قال: شهر يغفل عنه الناس، شهر شعبان يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو هذا الشهر المبارك الذي هو تمهيد لصيام شهر شعبان لصيام شهر رمضان. فيستحب فيه الصيام، تصوم ما شئت يوم يومين ثلاثة عشرة أيام أكثر من ذلك يستحب الصيام، لا سيما في 15 الأولى، وبعدها اختلف العلماء، والصحيح أنه إذا انتصف شعبان فلا تصومه، إذا انتصف شعبان فلا تصومه، إلا واحد كان يصوم اثنين والخميس مثلا يبقى يصوم اثنين والخميس ماشي مشكلة، أو يصوم يوم بيوم يبقى يصوم يوم بيوم، ولكن 15 يوم الأولى مؤكدة أنه يستحب فيها الصيام. فالإنسان يتقرب إلى الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام يوما، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه بذلك اليوم على النار، باعد الله وجهه على النار بذلك اليوم 70 خريفا، باعد وجهه 70 خريفا. تعرف 70 خريف لو تروح عمل آلة الحاسبة أضرب 70 في 360، 360 هذيك أضربها في يعني 360 يوم في 70، كم من يوم يخرج لك؟ في 24 ساعة، كم من ساعة تخرج لك؟ في 60 كم من دقيقة تخرج لك؟ 60 دقيقة لكل ساعة، كم من دقيقة تخرج لك؟ وبعد ذلك في 60 كم من ثانية تخرج لك؟ باش تعرف مقدار 300 ألف كيلومتر في الثانية، يعني سرعة الضوء. 70 خريف كم؟ يباعد ربي سبحانه وتعالى المسافة هذه كلها وجهك عن النار صيام يوم واحد. نسأل الله يجيرنا وإياكم من النار، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.